احنا فرحنا اتعمل في 10 ايام. يعني هنتجوز امتى؟ فباباها قال لي عايز تتجوز امتى؟ هو باباها الفنان صبحي خليل. اهلا بيكي واهلا بالفنان صبحي خليل. تحيه ليه طبعا. فقال قال لك انت عايز تتجوز امتى؟ قال لي عايز تتجوز، ما هو احنا اتنين اب نورمال زي ما قالت، فهي الدنيا كلها حوالينا اب نورمال. فقال لي عايز قلت له انا عايز بس اعرف هنتجوز امتى، بحيث قال لي يلا 6/9. 6/9 ده كان بعد ما وانا قاعد بتكلم معاه بعد اسبوعين. قلت له ازاي يعني 6/9؟ مش فاهم. وكانت الشقه تمام، بس لسه في حاجات كتير ما اشتريناهاش في الشقه، ولا مطبخ ولا اي حاجه. فروحنا، كان واحد صاحبنا مش عارفين نعمل الفرح فين، فواحد صاحبنا قال لنا انا في فرح معزوم عليه لسه كمان 3 اسابيع كده، هروح اشوف المكان ده حلو ولا لا واقول لكم عليه. فقلنا له احنا لسه هتستنى لما نروح 3 اسابيع؟ فروحنا المكان، قلنا له لقينا المكان حلو، قلنا له تمام في تاريخ فاضي ايه؟ 6/9 فاضي؟ قال لنا ده الاثنين الجاي. قلنا له قال تمام. قلنا له فحجزنا الفرح بعد اسبوع. طب والمطبخ؟ ده يعني ولا اي حاجه، احنا تاني يوم. ايوه اكلتوا ايه يعني؟ اكلنا ايه؟ ايه ده؟ كان لبسي ما جاش، يعني لبسي لسه ما جاش الشقه. اتجوزنا وقعدنا في الاوتيل يوم، وكنا المفروض نسافر شهر عسل، حصل مشكله في الورق فما سافرناش. فرجعت البيت فاضي تماما، حاطين كاتل الشاي على الكرتونه كاننا احنا اللي بنشطب الشقه، وكنا محتاجين حاجه نشتريها. قلت لها طب انا اخرج ازاي الحاجه؟ اروح ببدله الفرح مثلا في السوبر ماركت اقول انا عايز؟ ما كانش البيت فيه غير بدله الفرح، مش حاجه خالص. لا اتجوزنا نورمال فعلا زي ما كوميدي بقى. كوميدي كل ده مش مهم، المهم المحبه والعشره والطيبه والتفاهم. لا وهي وشها حلو جدا عليا الحمد لله. بمعنى؟ بمعنى ان من ساعه ما اتجوزنا الحمد لله كل الخطوات كويسة جدا، من أنستونا لألف حمد لله على السلامة، للحشاشين، لأشغال شقة، الحمد لله.